أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا للجلسة الثالثة على التوالي في القضية المعروفة بالنزاع ما بين سكيزوفرين وما بين إلياس العماري باعتباره مشتكي في واحد الشكاية ضد هذا الشاب كيقول فيها على أنه اتهمه بالقذف باعتبار التجارة ديال المخدرات، اللي الرأي العام كامل كيعرف على أن السيد رئيس الحكومة المملكة المغربية والسيد شباط والسيد نبيلة منيب ومجموعة من الزعماء ديال السياسيين اللي كيقولوا على أن إلياس العماري له شبهة علاقة بمافيا المخدرات والاتجار المخدرات. إذن اليوم حضرنا التمسنا من المحكمة الموقرة على أنها تحكم لنا في الشكليات والخروقات الشكلية اللي في الشكاية، لأن الشكاية تقريبا كما عددنا فيها واحد 30 خرق شكلي، مما كيجعل من الواجب ديال المحكمة أنها تحكم فيها بعدم قبول الشكاية ونوقفوا هنا. وكنا كنقولوا للمحكمة الله يجازيك بخير، راه بلا ما تدفعينا أننا نهضروا في الموضوع ديال الاتجار المخدرات، لأنه عنده تأثير على المشهد السياسي المغربي وعلى زعيم حزب سياسي مغربي وعلى ثقة الشباب في المشهد السياسي، كما أن عنده تأثير في حرية التعبير في المغرب. إلا أن المحكمة كان عندها رأي آخر، ضمات كل شيء وطلبت منا نهضروا في الموضوع، فلقينا رأسنا مجبرين على أننا نطلبوا من المحكمة أنها تستدعي كل من السيد بن كيران وكل من السيد حميد شباط وكل من السيدة نبيلة منيب وكذلك الأستاذ زيان، أبدى استعداده رغم أنه حضر اليوم باش يدافع على سكيزوفرين، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته بصفته الأمين العام ديال الحزب المغربي الليبرالي. من بعدها المحكمة وقفت الجلسة باش تمشي تداول في هذا الطلب وترجع اليوم وحنا وترجع عندنا، وحنا الآن كننتظروا الجواب ديالها، واللي كنتمناو على أنه يكون جواب قانوني كيستجب للمطالب القانونية اللي طرحوها المحامين ديال سكيزوفرين.